أهلا بكم مشاهدينا. رأى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور جواد العناني حفل إطلاق نتائج دراسة بعنوان تعزيز وزيادة الصادرات إلى الأسواق الأفريقية، والتي تمت بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. يقف الأردن على أعتاب إقامة علاقات متميزة مع دول شرق إفريقيا، حيث تم اتخاذ قرار حكومي بفتح سفارتين جديدتين للأردن في كل من إثيوبيا وكينيا بهدف مؤسسة العلاقات مع هذين البلدين. وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة أنه سيتم العمل على إحياء طريق البحر الأحمر من خلال إقامة علاقات تجارية واقتصادية مع الدول الإفريقية، حيث سيصار إلى توقيع اتفاقية ثنائية معها لتأطير التعاون الاقتصادي، داعيا القطاع الخاص للاستفادة من الفرص التي تعمل الحكومة على توفيرها في إفريقيا ووسط آسيا لوجود فرص تصديرية واعدة للمنتجات الأردنية. لما أخذ قرار سياسي بفتح السفارات في كل من إثيوبيا وكينيا، كان لابد أن نسرع نحن ونستجيب لذلك عن طريق تعيين ملحق تجاري في كينيا أولا، وحتى نبدأ في أيضا تشجيع القطاع الخاص على أن ينظر إلى أن هذا السوق قد أصبح الآن أكثر إتاحة. وقامت يعني اليو اس ايد وكالة الماء الأمريكية بدعم هذه الدراسة. نحن فخورون بالعمل مع وزارة الصناعة والتجارة من أجل التعرف على الأسواق في إفريقيا، القارة التي يسكنها الملايين وفيها دول عديدة ذات معدلات نمو اقتصادية عالية، وفيها الكثير من الأسواق والأموال التي يتم إنفاقها. السفارة الأمريكية في عمان والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمتا الدعم المستمر للأردن لتمكينه من تطوير وضعه الاقتصادي ومساعدته على تجاوز الظروف الصعبة. ثروة أبو الفول، التلفزيون الأردني. زودت وزارة الصناعة والتجارة والتموين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بقوائم